أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من حديث المنتصف. في حلقة اليوم من هذه البرنامج نناقش آخر تطورات المعركة في جبهتنا وشرق العاصمة صنعاء، والتركيز على معسكر الصمع في أرحب من قبل قوات التحالف، وأيضا نتناول أخبار سيطرة الجيش الوطني على الطريق بين تعز والحديدة. وفي الموضوع الأخير من الحلقة نستعرض أهم المستجدات في معركة صروة. إذن مشاهدينا نبدأ مع أول محور لدينا في هذه الحلقة، حيث شن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما واسعا وعنيفا على ميليشيا الحوثيين وصالح باتجاه وادي محلة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، تحت غطاء جوي من طيران التحالف أسفر عن سقوط عدد من أفراد الميليشيا ووقوع قتلى وجرحى من هذه الميليشيا، بالإضافة إلى تدمير عربتين كاتيوشا وعربة بي ام بي ومدفع 23، فيما لذت الميليشيا بالفرار باتجاه وادي محلي بعد تقدم الجيش والمقاومة وتمركزها في مواقع كانت الميليشيا تسيطر عليها في محيط منطقة مسورة. في ذات الأثناء شنت مقاتلات التحالف العربي هجوما هو الأعنف من نوعه على معسكر الصمع والشريجة، والذي يعد الوجهة التالية للمقاومة بعد فرضة نهم، فيما دفعت قيادة الشرعية تعزيزات جديدة إلى محيط منطقتي ضبوعة ومسورة لتأمين الخطوط الدفاعية لتلك المواقع المحررة. إذا المشاهدين لتسليط الضوء أكثر ومتابعة آخر المستجدات من هناك، ينضم إلينا عبر الهاتف محمد ناصر الملقاطي عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء. سيد محمد أهلا وسهلا فيك. مرحبا بكم. بداية أستاذ محمد، ما هي آخر المستجدات على صعيد الميدان هناك في جبهة نهم وشرق العاصمة صنعاء؟ إلى أين وصلت المقاومة والجيش الوطني؟ والله بالنسبة للمعارف الآن المعارف تدور على مشارف مسورة وما جاورها، والميليشيات حق الحوثي تفر باتجاه صنعاء باتجاه العاصمة. بالنسبة للذي تم تصفيتها جبال الفرضة وجبل براد، معسكر الفرضة تم تمشيطها تماما، واتجهت المعركة من مشارف المسورة وغرب. نعم، هذا الذي جرى بالتحديد. ها؟ نعم، هذا الذي جرى بالتحديد. الحوثيون وعبر وسائل إعلامهم يتحدثون بأنهم استعادوا السيطرة على معسكر فرضة نهم، وأن المقاومة والجيش الوطني باتوا خلف المعسكر وفي محيطه. هل هذه المعلومات صحيحة؟ هذا أنت تتكلم عن الطرف الآخر من حوله. نعم، يتكلمون عبر وسائل إعلامهم. لا لا يا أخي، ما هم يتكلموا عن وسائل الإعلام، أنت أخذوا مارب وقد دخلوا نجران ودخلوا جيزان وقد اشتحوا الأرض. هو نعم ذاك الشيء لا يعطيه، يحاول يرفع المعنويات للمقاتلين حقه بال الكلام الذي هو غير دقيق وغير منطقي وغير موضوعي، وهذا الكلام هو ينعكس عليه سلبا. هذا الكلام كله لا اساس له من الصحه، والواقع يكشف نفسه. نعم سيد محمد، يعني ما هي المناطق التي سيطرتم عليها او تحاولون السيطره عليها باتجاه منطقه او مديريه ارحب؟ اعتقد ان هناك ربما خطه تتبع قوات الجيش الوطني والمقاومه بالاتجاه صوب ارحب ومعسكر الصمع. لا لا، بالنسبه لارحب، منطقه ارحب هي مديريه من مديريات محافظه صنعاء. نعم، لا تعطى شان اكثر من ذلك. وجهتنا صنعاء، وجهتنا صنعاء، وعلى الطريق يتم التعامل مع المعسكرات التي تجيه ضد الشرعيه، وبنتجه الى مركز القرار في صنعاء، وسوف يتم تحرير مديريه ارحب مثل باقي المديريات. نعم، قبل التحرير. نعم، نجيل بن قيلان. قبل تحرير مديريه ارحب، نتحدث عن المناطق التي تفصل بينها، المناطق التي تقع داخل اطار مديريه نهم، هل هناك تحركات فعلا باتجاه منطقه ارحب عن طريق الطريق المؤدي اليها؟ لا لا، وجهتنا الخط الرئيسي. نعم، وجهتنا الخط الرئيسي، لما ننزل من نجيل بن قيلان وجهتنا من 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 الجبهه الان نجيل بن قيلان بني حشيش صنعاء. طبعا في معسكر اسمه معسكر زهره بعد نجيل زومه، وفي معسكر الصمع
يصل ما بين ارحب ما بين مديريه ارحب وبن الحارث. نعم. هذا معسكر موضوع بالحسبان. اذا سيد محمد لو تطلعنا على الخارطه الجغرافيه، اين تقع نعم واين تقع ارحب واين تقع بني حشيش ومعسكر الصمع خلال هذه الخارطه، وايضا تقدم المقاومه صوب اي ناحيه؟ شوف المعركه سوف تنتقل من حيث تدور الان الى نجيل بن غيلان، عرفت، على الخط الرئيسي الرابط ما بين صنعاء ومارب. نعم. الى نجيل بن غيلان باتجاه صنعاء، وثم من نجيل بن غيلان سوف ننزل على بني حشيش، عرفت، الخط. نعم. الذي يمر الرئيسي يربط صنعاء ومارب، وهو طبعا وهو الذي تواجهنا. نعم. تواجهنا بعد نهم بني حشيش. نعم، وهو الذي يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لكم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. بالضبط بالضبط، احنا هذا هو الذي يمثل لنا استراتيجية، ان احنا ندخل صنعاء مركز القرار ثم بعدها ننظر الى ما حول صنعاء. نعم السيد محمد، وصلت تعزيزات الى منطقة نهم خلال اليومين الماضيين، ما طبيعة هذه التعزيزات؟ من الحوثيين؟ لا، تعزيزات إليكم أنتم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. طبعا تجي تعزيزات، احنا أصلا نشوف عندنا المعركة تقسم إلى مراحل، هذا نعم. الكلام الذي أنجز إلى حد الآن هذه المرحلة الأولى أو مرحلة رقم واحد، ثم بيبدأ التخطيط والإعداد للمرحلة الثانية. لا. لحتى يتم الوصول الى صنعاء. المرحله الاولى تتضمن السيطره على منطقه او مديريه نهم وتامينها بشكل كامل ربما. بالضبط. نعم. نهم كانت هي النقطه الاستراتيجيه المهمه، فرضت نهم الجبال الذي ما حولها لانها كانت محصنه تحصين شديد بالجبال التي مطلع عليها. لكن سيد محمد والله تم السيطره عليها والتمشيط لها تماما، ثم التقدم الى مسوره، وهذه تعتبر مرحله اولى. نعم. ثم يبدا المختصين يعقبوا للتخطيط للمرحله الاخرى. نعم سيد محمد، اليست المعركه بتلك السهوله كما يتصور البعض، بان يتساءل متى سيصل الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه الى صنعاء، متى سيتقدم نحو مديريه ارحب، متى هناك ايضا تعزيزات بالمقابل من جهه الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، وتعزيزات كبيره تتضمن اسلحه ثقيله وايضا وضع الغام في طريقكم، هل هذه نظريه صحيحه؟ بالضبط بالضبط، انا اريد اقول لك حاجه او اوضح للمستمعين او المشاهدين. تفضل. بالنسبه للمعركه، هي ليس معركه بالشكل الذي يتصورها الانسان، هذه معركة من أشد المعارك الذي عرفناها، أو ربما في التاريخ القريب من أشد المعارك تدور. نعم. في هذه المناطق، يعني ليس معارك بالسهل، يعني عندك أسلحة تواجه أسلحة، فتاكة الحرس الجمهوري كان محصن بأحسن الأسلحة والآن تستخدم ضدنا، إضافة إلى ذلك يبدعوا في تصنيع المتفجرات والألغام والإعادة حبط بها، لكن بفضل الله عندنا درجة هندسية نتغلب على هذا الموضوع. نعم سيد محمد، هناك على ما ذكرت أنت سابقا عن تحرككم صوب بني حشيش إن شاء الله بعد بني نقيل بن غيلان وتأمين تلك المناطق، لكن في ذات الوقت تقوم طائرة التحالف بقصف معسكر الصمع وشريجة ومعسكرات داخل منطقة أرحب، هل تعتقد أن هناك ربما توجه ربما للتحالف وقوات الجيش الوطني والمقاومة للتحرك في محور آخر تجاه أرحب؟ لا، أنا أقول لك الحوثيين أو من يتبعهم يحاولوا أنهم يتمرسوا في أرحب، يحاولوا أنهم يجروا الناس إلى أرحب، يحاولوا أنهم يعني ليدفنوا عدتهم وعتادهم كثير في أرحب، لكن إحنا لن نتجه إلا للأهداف الاستراتيجية، معسكرات أو موقع القرار في صنعاء فقط. نعم نعم. أيوه. سيد محمد، هناك أيضا حديث عن أن هناك انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح،
وهو أحد الأسباب التي ساعدت المقاومة والجيش الوطني في التقدم وحسم معاركها شرق العاصمة صنعاء. هل هذا الكلام صحيح؟ فعلا فعلا في انهيارات، وما هو شيء يعني ليس هو الدافع الوحيد الانهيارات، الدافع الوحيد ان فيه مواجهه من الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه، مواجهه شديده وقدسه واستبسال، لان هذول محتلين غاصبين مهجرين، في رجال بيدافع يريد ان يصل بيته، نعم، محتلين بيوت الناس واراضيهم وفجروا منازلهم، من الطبيعي ان تكون مع شديدة. نعم، اذا أشكرك جزيل الشكر سيد محمد الملقاطي عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، كنت معنا في هذا المحور من حديث المنتصف حول آخر التطورات في جبهة نهم وشرق العاصمة صنعاء بشكل عام، وأطلعتنا على الجديد هناك. إذا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعدها ننتقل إلى المحور الثاني المتعلق بجبهة صرواح لنناقش أهم المستجدات من هناك وما هو الجديد أيضا. إذا مشاهدينا فاصل قصير وبعدها نعود، ابقوا معنا.